جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يقول بينه وبين والده خصومة مالية تصل إلى نصف مليون ريال يمني، وحينئذ يستشيركم شيخ صالح كيف يتصرف مع والده في هذا الحال، جزاكم الله خيرا. لا شك أن الوالد له حق عظيم على ولده، وقد قال صلى الله عليه وسلم للولد أنت ومالك لأبيك، ولكن على الوالد أن لا يضار بولده، فإذا كان أخذ هذا المبلغ الكثير يضر بولده ويجحف به فإنه لا ينبغي له أن يضر بولده، بل عليه أن يرفق به وأن يرد عليه هذا المبلغ أو ما يستطيع من رده، ولكن على الولد أن يأتي بالطريق الأسهل مع والده ويعرض عليه عرضا ويبين له حاجته واضطراره إلى هذا المال أو إلى بعضه وأنه محتاج ومضطر إليه، فلعل الوالد أن يرق له وأن يدفع له ما يزيل الإشكال. نعم.